اليوم لاكادونس مش محترمه، ديال لاكادونس مش محترمه، ما احترمناش الاجل نتاع تنفيذ المشروع، ما احترمناش الاجل، لكن المشكل التقني ماهوش هو الاساس، فيه تاخر، ما فيهش تجنيد تاع الوسائل، فيه صرا تراخي في الاشغال. نقطه الاسطر، هذا التقييم تاعي هو التقييم الصحيح، مانيش نجيب من راسي، انا كنت نتبع في المشروع، انا باش نكون معكم صريح، ما تقنعنيش بالامر هذا، اعطيني درك الاجل وقتاش، قلت هذا غير مقبول. قلت جوا احنا نقولوا بمناسبه عيد الاستقلال ان شاء الله القادم 5 جويلية يكون، وانا نقول لك حاجه غير قابل للمراجعه ولو بيوم واحد، وما يكون حتى عذر مقبول، ما فيه لا ليزان تومبيري ولا شيء اخر، معناها يدخل فيها كل الظروف، باش نكونوا واضحين، احنا قلبنا الصفحه تاع التسيير السابق، هذا مشروع تاع عام يقعد 4 أو 5 سنين، يعني نظن ما عندكمش مشاكل اداريه، كل الامور مهيئه، جينا هنا خدعنا خدينا الوعود عليكم، خدمت وقلت لكم ثلاثي، كنت نتبع وتجيني تقارير كما ينبغي، جاء المشكل التقني معاها التراخي، يعني نقول لك معاها التراخي، احنا لو كان لقينا مشاكل تقنيه انا شنو نقول لكم، فيكون مشاكل تقنيه لازمها باش تاخذ وقتها، لكن للاسف كاين تراخي، ما بقيتوش بنفس الوتيره اللي مشيتوا بها النهار الاول، لازمنا تكون نكونوا بعاد على المجاملات وبعاد على الكلام المأسول، نكونوا واضحين، نكونوا كاين تقصير، كاين تقصير، اتخذنا جانب من الاجراءات ونزيدوا نتخذوا جانب من اجراءات التقصير، هذا هذيك امور اداريه احنا نشرفوا عليها ونتحملوا مسؤوليتنا فيها، لكن درك اللي يهمنا نثمنوا المشروع هذا، نثمنوا مجهودات الدوله، المشروع هذا تحتاجه ولايه عنابه، تحتاجه مدينه عنابه.